للأسف عندنا في مصر قصص كتير زي أحمد، ناس كتير موجودين، وفي كمان قصص أصعب من كده بس إحنا مش حاسين بيهم، مش بنشوفهم. فده كده مشكلة موجودة عندنا. فهرجع أقول لكم، إحنا أي حاجة عندنا مشاكل بنحاول نفكر فيها بنشتغل على ثلاث حاجات. أول حاجة اسمها البيزك نيدز أو الاحتياجات الأساسية، يعني ممكن تكون المشكلة دي متعلقة بحاجة أساسية الواحد ما يقدرش يعيش من غيرها، فلازم نبتدي نتعامل معاها ونوفرها. بعد ما نوفر الموضوع ده لازم نبتدي نعمل ديفلوبمنت أو تنمية للحاجات الأساسية اللي عندنا دي. وفي الآخر خالص لازم تكون في الآخر بتصب في استراتيجية ليفل أو في حاجة استراتيجية في الآخر مهمة. يعني إيه بقى الكلام اللي بنعمله ده؟ يعني عندنا مشكلة زي التبرع والدم مثلا، إن في مرضى دلوقتي محتاجين دم، لو ما خدوش الدم ده هيموتوا، فاحنا نشتغل على ان احنا نوفر لهم الدم ده. طب لو فضلنا على طول نوفر لهم الدم ده بس ما بنحلش المشكله الاساسيه اللي هو ليه اصلا الدم مش موجود، هنفضل طول عمرنا في المرحله دي. لا، لازم ننتقل لمرحله ان احنا نعمل حاجه بافكار جديده مش موجوده، انوفيشن ايديز، عشان نحل المشكله دي. طيب ممكن كلنا كل واحد يبتدي يشتغل في الاتجاه ده، واللي احنا بنتكلم احنا فيه في مصر كل واحد مش واقف بس عنده بيحاول يعمل حلول. المهم في الاخر ان كلنا نكون بنشتغل في اتجاه استراتيجي واحد عشان نكون فعلا نتاكد المشكله دي تتحل من جذورها. ده كمان ممكن نعمله اسقاط علينا احنا كشخص. انا كل واحد عندي احتياجات وقدرات معينه، احاول ادور عليها واشتغل عليها وبعدين انميها عشان في الاخر في هدف معين انا عايز اوصل له بعد مرحله ما. فمش مشكله ان انا طول ما انا ماشي وانا بتعلم وانا بجرب وبغلط بشتغل على عندي بحاول ادوره عشان في الاخر ده. هو ده اللي احنا فكرنا فيه في التريبل افكت بروجكت. اول حاجه ان احنا عندنا مشكله في الدم في مصر. كام واحد اتبرع بالدم اللي قاعدين هنا؟ يرفع ايده كده. عدد كويس. اللي اتبرعوا خليه يرفع ايده. نلعب شويه. اللي اتبرعوا وهم متطوعين، يعني ما كانش مثلا يعرف حد عايز يتبرعه لو غصب عنه باي شكل من الاشكال، هو اللي يقدر يرفع ايده. كلهم. طيب مين واحد؟ كام واحد بقى اتبرع بانتظام او اكتر من ثلاث مرات؟ شفتوا العدد عامل ازاي؟ هي دي المشكلة ببساطة، إن إحنا ساعات بناخد أكشنز إن إحنا نتبرع بالدم عشان حد محتاج، بس عندنا ثقافة إن إحنا نتبرع بده بشكل منتظم ولا لأ عشان الناس اللي محتاجة دي عندهم موجودة، للأسف الوضع مش موجود. فدي أول مشكلة عندنا اللي هي ليها علاقة بالكوانتيتي، حاجة بسيطة جدا ليها علاقة بالعدد، إن في عدد مرضى في مستوى مصر محتاج نقل دم. مفيش أي وسيلة لحد دلوقتي اخترعت في الكون إن إحنا نوفر الدم ده غير عن طريق الناس تتبرع بيه. يعني مفيش حاجة تتصنع، مفيش أي حاجة. في أستراليا كده بيعملوا تجارب على لبن البقر احتمال ينجحوا، فتخيلوا وصلنا لحد إيه، إن ممكن نلجأ ناخد لبن البقر عشان ما يكونش لازم نتبرعه. فلحد دلوقتي إحنا المصدر الوحيد إن الناس تتبرع بالدم. فهي معادلة بسيطة، محتاجين نزود أعداد الناس اللي تتبرع بالدم عشان يكون قد أعداد المرضى المحتاجين دم عشان ما يبقاش عندنا مشكلة. طيب لو عملنا كده وحلينا المشكلة، للاسف لا، في حاجه ثانيه اسمها الكواليتي، ان الدم اللي الواحد بيتبرع بيه ده في طريق نقله من المتبرع للمريض لازم يتاكد بيمشي بروسيس معينه عشان يتاكد ان الدم ده سليم. انا ممكن اقرر ان انا اتبرع بالدم بس للاسف يكون عندي فيروس او مرض في الدم وانا ما اعرفش، فلما اتبرع بالدم من مريض ثاني ياخد الدم ده يجي له العدوى دي. ببساطه جدا لو انا لا قدر اي حد عمل حادثه على الطريق احتاج نقل كيسين دم، لو كيس منهم فيه فيروس بي او سي هيتنقل للمريض ده، يبقى انا تحولت من ان انا شخص كنت محتاج كيسين دم بس ان انا بقيت مريض بالمرض ده. طيب نعمل ايه عشان نتعامل مع المشكله دي؟ ان احنا ابتدينا نوعي الناس وهي بتتبرع بالدم، ونحاول نشتغل على حملات التبرع بالدم اللي احنا نعملها بالاسلوب السليم عشان لو اي حد لا قدر الله عنده مرض وهو ما يعرفش يبتدي ان احنا نستبعده، فنقلل الريسك ان الاشخاص اللي بتاخد الامراض دي يجيلها. انواع المتبرعين عندنا في مصر انواع متبرعين. اول نوع وده اكتر نوع مشهور الفني باسمه في الاستبدال العائلي، ان الواحد بيروح مستشفى، المريض بيروح مستشفى يحتاج دم، فبنك دم المستشفى يقول له احنا للاسف ما عندناش دم فلازم تجيب حد من عيلتك بره. فده بيطلب عنه ان الواحد ساعتها تحت الموقف والضغط العصبي عمره ما فاهم، فممكن يكون هو عنده امراض او حتى يعرف يكذب عشان خاطر ينقذ حياه غيره. فده بيعمل مشكله اللي ليها علاقه بالكواليتي اللي احنا قلنا عليها. البي دونرز للاسف في ناس بتبيع الدم بتاعها مقابل فلوس، في ناس بتحتاج حاجه المعطى للدم وبيع دمها مقابل فلوس، طبعا بيعمل دي حاجه اصلا مبرره قانونا بس بتحصل عشان في احتياج في الدم.
تالت نوع لو بجد الدونرز في تبرع بالدم بالإجبار. ممكن تستغربوا عشان الإجبار للأسف موجود في أماكن كتير في مصر هم مش فاهمين. ممكن حد يقول لك لازم تتبرع بالدم بيستغل أي حاجة معينة عندك فساعتها تضطر تتبرع بالدم. طبعا ده بيرجع عنه إن الكواليتي بتاع الدم متبقاش كويسة. رابع نوع المتبرع المتطوع المنتظم اللي هو الناس زي حضراتكم انا مش مفيش اي دافع ورا ان انا اتبرع غير ان انا عايز اعمل خير وانقذ حاجه لا تنفع فبروح اتبرع. احنا عايزين بقى كل الناس اللي بتتبرع يكونوا من النوع ده عشان نقضي على ثلاث انواع تاني. فعشان نلخص المشكله ان احنا بنلخص مشكله في حاجتين ان احنا عندنا في فرق ما بين الناس اللي بتتبرع بالدم وبين المرضى المحتاجين دم. فاحنا محتاجين نشتغل على ان احنا نزود الرقم ده وبعدين في نفس الوقت نعمل البروسس نفسها بشكل كويس عشان خاطر نجمع الدم الجسدي. طيب مين اللي محتاج الدم ده عشان نبتدي نعرف فعلا حجم المشكله دي؟ اللي محتاج الدم في عموما نوعين. في حاجه ايمرجنسي طوارئ بيحتاج اخد 4-5 اكياس ايا كان الحاله لمده معينه. وفي حاجات ثانيه اللي هو محتاجه نقل دم طول حياتهم طول ما هم عايشين. النوع الاولاني اللي هو الناس اللي هي بتحتاج بشكل منتظم في مرض اسمه امير البحر المتوسط اللي هو للاسف احنا شفنا احنا منه. ده مرض وراثي في منطقه البحر المتوسط لازم الواحد ينقل له دم طول حياته ولو ما تنقلوش دم يبتدي يحصل تشوهات في جسمه. فده حياته معتمد على الدم. تاني نوع الكانسر بيشنز مرضى السرطان بجميع انواعه بيحتاجوا نقل دم بشكل منتظم طول حياتهم طول ما هم عندهم سرطان. مرضى الفشل الكلوي لازم بيغسلوا كده طول حياتهم يبتدوا في الدم. المرضى اللي عندهم مشاكل في الكبد كل دول الناس اللي هم حياتهم معتمده على الدم. النوع الثاني اللي هو الامرجنسي حوادث العربيات. للاسف احنا في مصر من البلاد اللي عندها نسبه عاليه جدا في حوادث العربيات. 2011 كان في 27,000 واحد ماتوا نتيجه حوادث عربيات. ده لو ما اتنقلوش دم ساعتها ان هو بيفقد دم لو ما اتنقلوش دم بيموت. وفي حالات الولاده ساعات مع حالات الولاده بيحصل نزيف بعد الولاده الام لو ما اتنقلهاش دم فساعتها بيؤدي برضه الى الوفاه. طيب احنا لما لقينا المشكله كده ابتدينا نفكر نعمل ايه عشان نحل المشكله دي وابتدي اكلمك اكتر احنا مين. طيب احنا كان مجموعه من الشباب ابتدوا ان هم شافوا اطفال زي احمد ده وكانوا بيجيبوا من بعض تبرعات عشان خاطر يجيبوا له كيس الدم اللي هو محتاجه اللي هو البيزك نيدز اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول ان في اشخاص محتاجين دم ومحتاجينه حاليا بيروحوا كل اسبوع عشان ياخدوا الدم ده ويا اما ما بيلاقوش يا اما ما بيبقوش معاهم فلوس يجيبوا الدم ده. فالشباب دول ابتدوا يجمعوا بعض فلوس عشان يشتروا لاحمد اللي زيه اكياس دم. وابتدوا يعملوا كده. بعدين الموضوع ابتدى يتطور ان هم ابتدوا يفكروا لازم ينتقلوا تاني مرحله ان هو لازم نطور المشروع نفسه عشان ما يبقاش نفضل لحد امتى نشتري دم. لازم نوصل لمرحله ان احنا نبطل نشتري دم والدم يكون موجود للناس كلها. فابتدوا يشتغلوا على اكتشفوا ان مفيش اصلا ثقافه تبرع بالدم المنتظمه اللي احنا اتكلمنا عليها ان انا ما عنديش ثقافه ان انا اتبرع بالدم لاسباب كتير قوي ممكن يكون جزء منه عندنا حق فيه ليه مش بنتبرع بالدم يعني ده مش ممكن نتكلم فيه دلوقتي بس في النهايه ان يعني في مشكله نتيجه الناس ما بتتبرعش. فابتدى يشتغل على ان هم يعملوا توعيه للناس عموما في الشركات في المصانع في الجامعات ويبتدي ينظموا حملات تبرع بالدم المنتظمه عشان خاطر يوفروا دم للناس اللي محتاجه. تمام؟ فعشان كده عملنا بروجكت اسمه تريبل افكت وهو كله قايم على شباب كانوا في الجامعه او لسه متخرجين من الجامعه وهو قايم على كده ان احنا نبتدي نروح نشوف الشركات والجامعات ونبتدي نعمل عندهم الثقافه ونبتدي نعمل حملات منتظمه. طب ايه تريبل افكت؟ ايه الاسم الغريب؟ ايه علاقته بالتبرع بالدم يعني؟ وانا برضه مش عارف ايه بس هي جت كده صدفه يعني صدفه مش صدفه يعني ان احنا اكتشفنا ان اسم تريبل ده مرتبط بالدم في حياتي دي. دي اول حاجه ان انت كل واحد عشان نحل مشكله العدد اللي احنا قلنا عليه لو كل واحد خدنا بينه وبين نفسه ان هو يقنع ثلاثه بعد ما هو يقتنع يقول برع بالدم يبتدي برع بالدم والثلاثه دول يقنعوا ثلاثه ده ممكن يبتدي يحل مشكله الكوانتيتي اللي احنا بنتكلم عليها. تاني حاجه ان انت لما بتتبرع بالدم الكيس ده ما بيروحش للمريض زي ما هو. الكيس ده بيتفصل لثلاث اكياس مختلفه ثلاث حاجات مختلفه فبيروحوا ثلاثة مرضى مختلفين. فمعنى كده ان انت ساهمت في انقاذ حياه ثلاث اشخاص بكيس واحد انت اتبرعت منه. حاجه كمان ان كل واحد ممكن يتبرع ثلاث مرات في السنه بالدواء. فانت في السنه واحده ممكن تتبرع ثلاث مرات. ولما تتبرع ثلاث مرات ده يساهم ان انت انقذت حياه تسع اشخاص على مدار السنه.
عشان كده الرئيس كونتريك. طيب احنا من جينا نشتغل على المشروع ده كمان بدينا نفكر ان هو مش بس مشروع التبرع بالدم ده، احنا بنفكر في كمان في حاجات اكتر من كده اللي هو فعلا المجتمع محتاجها. فبدينا نشتغل على ان احنا نعمل توعيه زي ما قلت لكم بشكل كبير، ومش توعيه التبرع بالدم بس، لازم كمان ندخل التوعيه الصحيه، لان في الاخر اكتشفنا ناس كتير جدا ما بتتبرعش بالدم نتيجه ان هي عندها مشاكل صحيه. فابتدينا كمان نشتغل على التوعيه الصحيه عشان هو الدم جزء من قطاع الصحه بشكل عام، فابتدينا نشتغل على التوعيه الصحيه بشكل عام عشان ده يساعدنا اكتر ان احنا نحل المشروع، نحل الموضوع من الروت كوز. طيب ببساطه احنا بنعتمد على ثلاث حاجات: ايديوكيت وانجيج وانباور. بمعنى ان احنا اي حد بنشتغل معاه بنبتدي الاول نضيف المعلومه اللي الناس كتير مش عارفاها. تقريبا يعني انا قلت شويه معلومات كده في الاساس، في حد كان عارف كل المعلومات اللي قلتها لي؟ لا. ماشي. الناس الثانيه اللي مش عارفه احنا كنا بنحاول في اي مكان نروحه ان احنا نعرفهم المعلومات دي، لان للاسف المعلومات دي مش موجوده عندنا في الدراسه ولا في معلومات عامه، ايفن حتى في الطب ما فيش مواد كفايه جدا للدم وازاي تتعامل مع الدم ده. فاحنا اي مكان بنروحه بنحاول ان احنا نبتدي نقول للناس على المعلومات المهمه دي. تاني حاجه بنعملها ان احنا بنحاول نعمل امباورمنت للناس دي ان هم يبقوا، يعني ايه امباورمنت؟ يعني الناس تحس ان هم جزء من المشكله وفي نفس الوقت الحل في ايديهم. وفي دور هم لازم يعملوه عشان يحلوا المشكله دي. ببساطه يعني احنا بنروح شركه بنختار ناس موظفين من الشركه، نبتدي نعمل معاهم سيشن نفهمهم المشكله، ويبتدوا هم بنفسهم جوه الشركه يبتدوا يعملوا توعيه للموظفين واصحابهم في الشركه. فده يزود التوعيه جوه المكان نفسه، وكمان احنا بنخلق ناس في كل خلينا نروحه عشان لو احنا ما كملناش مشروع بعد كده يكون في ناس بتعمل ده بشكل منتظم. وهكذا بنعمل كده في الجامعه، نروح ستودنت كلابس ناخدهم نتعامل معاهم ونقول لهم الموضوع ويبتدوا هم يتعاملوا مع الطلاب. فده معنى الامبورمنت. الانجيجمنت اللي هي المرحله الثالثه، ان كل واحد بقى يبتدي يفكر بعد ما هو اشتغل على نفسه وطور الموضوع ازاي ان احنا نكون جزء من المجتمع كله. فنبتدي نفكر بقى في اصحابنا، في الشركات الثانيه اللي احنا نعرفها، في ستودنت كلابس ثانيه، في اصحابي، فنعمل انجيجمنت للناس اكثر بكثير. فهو ده اللي ان شاء الله احنا شايفينه نحل الموضوع. مشكلة الجامعة في مصر مشكلة قومية، وحلها مش بمليارات زي ما شفت فيها عندنا في البلد، حلها بحاجة أصعب من كده بالتشينجينج مايند سيتس، إن إحنا نغير حاجات أفكار معينة في دماغنا من حاجة كنا بنكرهها ومش بنحبها وعندنا أفكار سلبية عليها إلى حاجة إيجابية، وإزاي إن هي نشوف مشاكل تانية تنفع المجتمع. فعشان كده إحنا مركزين إن أهم حاجة إن إحنا نعمل نتورك كبيرة جدا على مستوى مصر عندهم الثقافة دي عشان نوصل للعدد اللي عايزين نوصله. نرجع للقصة بقى ده لما كل واحد يبتدي يعملوا الواقع بتاع كل واحد على نفسه ده. احنا بنحاول من خلال البروجكت ده ان احنا نعمل رحلة تعلم بهذا الموضوع، ان انت الاول تبتدي تفكر في المشاكل اللي حوالينا وازاي ان انا ممكن اعمل حاجة بسيطة جدا يكون ليها امباكت عالي في المجتمع. زي ما احنا شفنا الراجل اللي كان بيتبرع في الفيديو ده، هو كان بيروح يتبرع كل شهر مره، كل ثلاث شهور مره، بس مدى التاثير عند ام الطفل وفي حاله الطفل كانت عامله ازاي؟ فمش احنا زي ما قلت لكم احنا بناخد تبرع ده اكزامبل. فاحنا كل واحد عشان يبقى اكتف سيتيزن، يبقى فعلا مواطن فاعل في المجتمع وهو يستفاد والمجتمع يستفاد، يبتدي يدور على حاجات ممكن يعملها للمجتمع هو محتاجها بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، وهو اول واحد هيستفيد وبعدين المجتمع هيستفيد من اللي هو بيعمله. هكلمكم دلوقتي عن الارقام اللي احنا تقريبا اشتغلنا عليها. استاذ بنين، احنا ابتدينا المشروع ده في 2010، لحد دلوقتي احنا تقريبا عملنا 170 حمله في الجامعات، ومع 30 تيم مختلفين على مستوى مصر. السنه اللي فاتت اشتغلنا تقريبا مع 35 جامعه على مستوى مصر. للاسف ما اشتغلناش مع منها لسه، فلو اي حد من شباب منها حابب ان احنا نعمل بروجكت في منها ده يا ريت يكلمنا. اشتغلنا في 74 شركه من الشركات، عملنا فيهم حملات التبرع بالدم، وجبنا 800 فولنتير، 800 متطوع اللي هم الناس اللي احنا زي ما قلت لكم اللي احنا بنختارهم ونبتدي نشتغل عليهم عشان هم يبتدوا يوعوا ناس ثانيه.
وده ساعدنا في ان احنا جمعنا تقريبا 15,000 كيس دم، ودول انقذوا حياه اب تو 45,000 حياه بني ادم. من الحاجات الكويسه اللي حسيتنا بفخر قوي في المشروع ده ان احنا في شركات معانا تلاقيها راحه عندهم في مصر بيبقى فرع بيبقى مركز لكذا شركه ثانيه، فابتدوا يعملوا المشروع ده بنفس الفكره بتاعتنا مع بلاد ثانيه. زي اوراسكوم تيليكوم وبي ان جي والكاتيل لوكسن كذا شركه، والحمد لله عملت نجاح هائل جدا، تقريبا جمعوا بتاع اكثر من 2,000-3,000 كيس. فحاجه طلعت من مصر وطلعت لبلاد بره، هم اقتنعوا بيها وابتدوا يعملوا ده تحت الامبريلا بتاعت مصر، فدي كانت حاجه كويسه جدا. وخدنا تكريم في اليوم الاعلامي للتبرع والدم في شهر 6 اللي فات، فدي كانت حاجه كويسه جدا ان ازاي طلعنا حاجه من مصر لبره مصر، حاجه بسيطه جدا ما كانتش عملنا. وعملنا ده برضه في الجامعات، ابتدينا نشتغل مع اورجانيزيشنز ليها فوق بره مصر، ابتدوا برضه هم حابين يعملوا ده. فدي كانت من حاجه بسيطه جدا برضه من الحاجات اللي الحمد لله كويسه اللي عملناها. مش هطول عليكم اكتر من كده، الهدف بس في الاخر اللي انا بقوله لكم ان اكيد انتم الكلام ده سمعتوه النهارده كتير عن قصه نجاح، وان كل واحد ازاي كان الموضوع لازم يكون فيه امل، كل الكلام الكويس اللي انتم سمعتوه ده. الكلام ده كله ممكن احنا لما بنقعد ونسمعه كده نحس ان هو كلام كبير، بس برضه ستيل الموضوع صعب، يعني ازاي انا ممكن اعمل حاجه زي كده؟ او لا، هو كل حاجه من الحاجات دي ابتدت بفكره بسيطه جدا، مجموعه ناس اتجمعوا عليها امنوا ان هم في يوم من الايام هيوصلوا للفكره دي، وكان عندهم اخلاص ليها جامد جدا فوصلوا ليها. فالمسج اللي في الاخر ان يا ريت كل واحد من يبتدي يفكر كويس قوي ايه الحاجات اللي عنده جواه مختلف عن غيره، يبتدي يشتغل عليها ويطورها، ويتاكد في الاخر ان هو ماشي في اتجاه صحيح معين هو عايز يوصل له، عشان ان شاء الله هيبقى فيها. والشباب هنا متهيألي فيري جود اكسامبل، الناس بتوع تيدكس هنا يعني في الظروف اللي احنا فيها دي بيقدروا يطلعوا بكونفرنس كويس بالشكل ده. هم اكيد لو اي واحد فيهم حكى لكم الموضوع كان فين ووصل لفين، انا مش عارف تفاصيل، بس اكيد الناس دي واجهت صعوبات من زمان واشتغلت عليها وحضرتها، وما كانش اصلا يخطر على بالهم لحد ما طلعوا الكونفرنس ده. هفرجكم على اخر فيديو عن تريبل فلاج، واستناكم على البيج بتاعتنا، وشباب بقى في الجامعه مستنيينكم تكلمونا تاني. شكرا لكم.